أنا نور الأمل بارود من رفح تل السلطان، معاقة بصريا من عمر 7 شهور. تدربت على يد الأستاذ زياد، أول قطعة كانت مواهب، أغاني شعبية مثل ريدة هون عرم الله ويا غزيل ومثل هيك يعني. لكن ما فيش حد بياخد بإيد الفنان، دائما الفنان بلاقي في فلسطين صعوبة، فصرت أطور بحالي. المهم يعني طورت نفسي بتشجيع من صديقاتي، صرت في انتفاضة الأقصى أألف. بذكر أول أغنية عملتها يا طير يا رايح على فلسطين، وعملت احنا الشعب اللي ما بيركع، احنا الشعب اللي ما بيلين. وبرضو استمريت لحن الاستاذ سمير الي 3 اغاني، فانا صرت اقول طيب انحرجت يعني اضل اطلب من حدا يلحن لي؟ لا، فصرت الحن لنفسي واعرض على الاستاذ، الحن واعرض على الاستاذ يقول لي ممتاز، لمن يعني خلص صار عندي ثقة انه انا يعني كيف يعني صرت الحن كل الاغاني اللي بعملها والاناشيد. فالفت ما يزيد على 150 او اكثر قصائد، منها للاطفال ومنها للطبيعه ومنها للمغتربين، مثل يا طير رايح على فلسطين ومثل القطر روح. والاطفال انا في عندي بيسه، في عندي قطتين والبنت والعصفوره، وأنا هلأ لسه في الروضة. والوطني كان يعني حسب الحدث صرت ألف، لما صار الحرب في غزة عملت وحدة. سطر اكتب يا قلم عن شعب عانى وانظلم، سطر اكتب يا قلم عن شعب عانى وانظلم، سلبوا أرض في مركز النور، كنت أعطي حصص برضو تطوع. إذا أيام ما كان حاجز أبو هول مقفل، فكان الأستاذ ما يعرفش يجي في خان يونس، أنا كنت أكون بديل عنه، إنه أنا كنت طفلة وأحب الموسيقى وما فيش حد ساعدني، فبديش يكون التجربة اللي أنا مريت فيها هم يمروا فيها، بالذات المعاقين بصريين. بعدين انا بحب اعطي، يعني بحب العطاء، يعني اكثر من ما باخذ بحب اعطي. فلسطين كل إشي، بلدي ووطني بتعني لي كل إشي، وأنا يعني بتمنى أشوفها محررة، وكفانا ضرب يعني، كفانا حرب، كفانا خوف،
كفانا رعب يعني انه تحاولوا توقفوا هذا اللي بصير لنا. اكتب عن وطن سلبوه، اكتب عن شعب صلبوه، اكتب عن وطن سلبوه، اكتب عن شعب صلبوه، اكتب عن طفل سجنوه وبقسوة وعنف ضربوه، اكتب عن طفل سجنوه وبقسوة وعنف ضربوه.